تبارك الله اخوتي على هذا الواد اللي جاب الفيضان البارح داز الفيضان هنا بقوه، سبب بعض المشاكل خاص المنطقه ديال اوريكا مراكش. نتمنى ان شاء الله يكون خير وحذاري ثم حذاري من الواد، حيث الواد صعيب بزاف. هذه النصيحه لكم، العقل السليم في الجسم السليم، وردوا بالكم من الفيضان. أودية خطيرة، الواد كيجي بشوية بشوية، ولكن ملي كيتزاد كيسبب بعض المشاكل. وحذاري من الواد السكوتي بحال هاد البلاصة، هنا الواد السكوتي ولكن هنا كيدوي فيه، هنا كيهضر فيه، هنا مكاينش سكوتي ولكن هنا كاين سكوتي. هاد البلاصة هاهي بلاصة سكوتي، حذاري ثم حذاري. ايوا القنطره ديال تنسيفت هي هذه كما كتشوفوها. يا ربي السلامه 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 السلامه.